السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حكم الزخارج هنا فيديو جديد وحلقة جديدة. بعد الفيديو راح نعمل حملة توصيل 2000 مشترك. بهذا الفيديو حبيت نشارككم فيه. طبعا انا من كم يوم نزلت لكم تغريدة، مو تغريدة عفوا، نزلت لكم استبيان انتم شو تحبون، وزع لكم هدايا حتى ان شاء الله يوم الجمعة. طبعا بعد ما قررت واشتركت انا وكم شخص ساعدني كمان بدعم هي الحملة، ان شاء الله بس وصلنا ل 2000 مشترك راح اوزع لكم ما يعادل 5 ستاكات من اي نوع بتكون، اسلحه او افخاخ او موارد، اي شيء بتكون اياه راح اوزع لكم اياه، بس ما يعادل 5 خانات راح تاخذوا بالحقيبه عندكم، اوزع لكم اياه لكل المشتركين. طبعا بس راح يكون يوم الجمعه، بس يوم الجمعه يكون 10 بالشهر، 10 يناير، 10 واحد ان شاء الله. بس ولكن مطلوب منا نوصل احنا 2000 مشترك، في حال وصلنا قبل يوم الجمعه، بس راح يكون يوم الجمعه حتى اوزع لكم. بس مطلوب منكم انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، مجرد ما اعمل البث المباشر يجيكم، بس اهم شيء تدعوا اصدقائكم لانه يشتركوا بالقناه حتى لو ما عندهم طول الزوم بيشتركوا، لان حتى يدخلوا بالفرصه للسحب. الجمعه اللي بعدها راح اوزع 10 حسابات لطور الزومبي، يعني راح اعمل بث مباشر، يعني حكيت بينه 17 شهر خلصت تخفيض 50% عن طور الزومبي، فانا بحاول ان شاء الله استغل هاي الفرصه ابو 17 بالشهر نحن نوصل كون يوم جمعه كمان نوصل لل 10000 مشترك. اذا وصلنا لل 10000 مشترك ان شاء الله، او في اي وقت وصلت لل 10000 مشترك راح اعمل بث مباشر، راح اوزع 10 حسابات، يعني اي شخص مو عنده طور الزومبي يدخل معي على البث المباشر ويكتب انه انا ما عندي طور الزومبي. المهم راح اختار 10 اشخاص اوزع لهم اشتغلهم طور الزومبي ان شاء الله خلال فتره التخفيض. طبعا شلون اليه المسابقه راح احكي لكم عليها بعدين، هلا شو الثانيه. المهم احنا بهي اللحظه هلا اهم شيء لازم ندعي اصدقائنا يشتركوا معي بالقناه حتى نوصل ل 2000 مشترك، حتى اوزع لكم الموارد والاسلحه والافخاخ مثل ما وعدتكم فيها. وحتى لو ما كان ما عنده طور الزومبي خليه ينتظر ان شاء الله كمان دي اصدقائه حتى نوصل ل 10000 ان شاء الله خلال 17 بالشهر، يعني معنا اسبوعين ان شاء الله نوصل ل 10000. وصلنا ل 10000 طبعا انا واثق فيكم، انتم اساطير جدا وراح تدعموني بهذا الشيء وراح توصلون ل 10000 خلال اسبوعين ان شاء الله. كل مطلوب منك الا بتروح تدعي اصدقائك كلهم يجوا يشتركوا بالقناه ويدخلوا بالسحب. طبعا قلت السحب هتكون على 10 حسابات حتى ما يقول لي انه انت غشاش او الناس من طرفك او كذا او كذا او اي حدا يبلش او مثلا يعطيني وسطات وهالقصص هي. رح اقول لكم شو رح تكون اليه التوزيع على 10 حسابات يوم نوصل 10000 مشترك ان شاء الله. حاول نكون يوم الخميس عشان يكون كل العالم عطله ويكون قبل ما خلصنا قبل ما يخلص التخفيض. طبعا خلال البث المباشر بعد ما اوصل ل 10000 يوم الخميس او الجمعه ان شاء الله، او حتى قبل اي وقت راح اوصل عليه ان شاء الله، راح اعمل البث المباشر يكون فتره تقريبا من الاربعاء او خمسه، يعني فتره تكون الناس فاضيه راح اعمل فيه بعد نص ساعه من بدايه البث حتى الناس تنجمع. بعد ما تجهز الناس راح اطلب منكم انه تكتبوا اربع ارقام، الاربع ارقام كل واحد يكتب اربع ارقام خلال مده مثلا نص ساعه، كل واحد يختار من كيفه اربع ارقام، يعني حتى في حال انه كرر الرقم ما دخلني، المهم لازم يختار اربع ارقام من عنده. بعد ما يكتب اربع ارقام هيك من كيفه راح تخلص المسابقه، راح يخلص الوقت، راح سكر راح سكر التعليقات، وبعدين حبلش انا اعمل عمليه السحب. عمليه السحب شلون راح تكون؟ تم اليته راح اجيب اربع علب مكتوب في كل علبه موجود من الرقم صفر لحتى التسعه، من الصفر لحتى التسعه الاربع علب، وراح اسحب من كل علبه رقم وادور على، يعني اسحب من اول علبه رقم، ثاني علبه رقم، ثالث علبه رقم، رابع علبه رقم، هاي الاربع ارقام راح تشكل معي رقم، هذا الرقم راح ادور عليه بالتعليقات، اللي كاتب هذا اللي كاتب هذا الرقم هو راح يربح طور الزومبي ان شاء الله حتى نوصل 10 حسابات. طبعا في حال انه تكرر الرقم في ممكن ناس تسالني انه في حال مثلا انا كتبت رقم وفي بعد واحد بعد 10 دقائق كتب نفس الرقم، اللي كتبه الاول هو ياخذ الجائزه ان شاء الله. وهيك وفي حال مثلا كنت تطلع الرقم وما طلع حدا كاتبه برد عيد حتى يربح معنا 10 اشخاص. اهم شيء نوصل ل 10000 مشترك. طبعا انا كنت مفكر انه اشتري لكم باتل باس، بس ولكن طور الزومبي هو انفع من باتل باس، لان طور الزومبي ممكن تشتري الباتل باس وممكن تشتري كثير سكنات، اما الباتل باس ما ممكن تشتري فيه. طبعا حتى اللي ما بده طور الزومبي اشتري له باتل باس كمان ما في عندي مشكله، اعمل لكم كمان عليها، يعني ما بده يطلع اسمه ما بده طور الزومبي باللي خلص خليه ليها بس ينزل باتل باس اشتري باتل باس بشتري له باتل باس. بس هلا خلينا نبلش بالحمله، يلا ليتس جو، يلا بسرعه بسرعه ادعوا كل اصدقائكم خليه يشتركوا بالقناه، ولا تنسوا تعمل لايك والاشتراك وحتى يرتفع تقييم الفيديو والناس كلها بتشوفه، حتى لو ما كانت اصدقائك يجوا يشتركوا بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.